احنا على اليوم هذا كنقولوا غير كنقولوا لله ما عطوا لله ما خاد. شخصيه كشخصيه الفنان المسرحي الهرم من 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 اعمده المسرح المغربي، من بين اعمده المسرح المغربي زي نور الدين بكر رحمه الله. انا كنعرفوا كنا وراكم انتم كبرتوا معاه. هنا الشخصيه هذا كان شخصيه فريده. شخصيه نور الدين بكر ما تعاودش وما يمكنش يعاود يرجع التاريخ امبوسيبل، لان كان واحد الفنان تلقائي، فنان عنده واحد النكهه ديالو خاصه ما شابه لحتى فنان، عنده واحد لو ستيل ديالو، وهذاك لو ستيل ديالو حبوه المغاربه من طنجه للقويراش جميل الحمد لله. ولكن بغاه الله دا الله يرحمه ويوسع عليه والله يرزق الصبر للعائله ديالو، الصبر والسلوان والعائله ديالو الصغيره، والله يصبرنا احنا كفنانين لان كان رفيق الدرب ديالنا. وانا بالاخص انا كبرت معاه لان انا اخر من التحق في فرقه مسرح الحي، يعني شيء ما تلمدنا على يده، الشيء اللي عطانا شيء الكثير بصراحه الله، وهو عطى وما خداش، فكل شيء عند الله سبحانه الا هو. فالله يصبر عائلته والله يرحمه في هذه الليله، في هذه الليله الجمعه المباركه. اخ ديالي صديق الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه يا رب العالمين، واللي باقيين الله يعطيهم صحيحتهم، هذا اللي نقدر نقول. ماشي من السهل، فهو شي واحد شغن نقول لك، واحد الهرم من الاهرامات ديال المغرب مشى هذا النهار، وداك الشيء الله يرحمه ويوسع عليه والله يسكنه فسيح جناتي، هذا الشيء اللي تنقولوا عند الله. باقي الناس دابا غير واحد السيد مسكين راجل كبير قال لي شكون اللي ميت بنتي عندكم، داك الشيء قلت ليه نور الدين شهاق، قلت ليه نور الدين بكر شهاق مسكين. يعني اي واحد غادي سيرتو كان نجم زوين، كان ممثل زوين، كان طيب، كان ما عمره ما كتلقى خلق مشكل في التورناج ولا خلق مشكل مع الناس، ولا يعني من اطيب خلق الله، من اللي كتبرك معاه وانت كتضحك حتى كتفارق معاه. من ناحيه الاشاعات ديما كاينه يوميا، الاشاعات كل مره كنستقبلوا اشاعه من شي جهه، لان الناس كتبغي دير البوز في المواقع ديال التواصل، كيبداو كيقلبوا على اللي فيه بالمآسي ديال الناس. هذا الشيء راه عيب وحشي وما راه هضرنا عليه شحال من مره. وكما قلت في الاول، راه نور الدين بكر ما قتلو حتى واحد وما قتلوش المرضى، قتلوا الاجل ديالو، مات بالاجل ديالو. والوفاه ديالو راه صدمتنا بزاف، لانه هو استاذي وصديقي واخي، وولادو تيقول لي عمي، ولادي تيقول لي عمي، كبرت معاهم انايا، بديت مع نور الدين بكر في الاحتراف من 88 89، حليت عيني على في الاحتراف مع نور الدين بكر وابراهيم خاي، دريت حدادي الله يرحمه، حسن مدياب، عاجل وفنان اللي كيرجع لهم الفضل الكبير، الخيار الاستاذ الكبير، وفهيد عبد الخالق، هذه المجموعه ديالنا. ورحم الله من مات، واللي باقي راه فيه الخير ان شاء الله من القدام، ونتمنوا ان شاء الله من المسؤولين يديروا شي حل لهذه المعاناه تاع الفنان اللي كيموت ببطء. الناس اللي مهمشه، الفنان اللي مهمشين، راه كاينين بزاف ديال الفنانين مهمشين وما لقاوش فرصه فين يشتغلوا، ماشي كيطلبوا ولا كيتسناوا الاجر، كيتسناوا الصدقه، كيبغوا يخدموا غير بكرامتهم، وهذا هو اللي كاين. نور الدين راه ماشي مشى لضرب السلطان، مشى للمغرب كامل، الله يرحمه، انسان لا يعوض. امين. اخر شوفه ديما انا كنشوفه وديما عمري ما ننساه، وديما في القلب. عمره ما يتنسى. العائلة كنعزيهم وكل الله يصبرهم، والوداته والحاجة أمينة كذلك، الله يصبرهم والله يصبرهم في هذا المصاب الجلال، والله يرحمه ويسعده.